من اول شهرين حصل لك من 120 كاستمر، والتصوير الثاني اقل من ثاني. فكره المشروع من اصول المانيه، بس احنا طورناها في البحرين، شباب بحرينيين كلنا، وكانوا يستخدموا 33 كاميرا، بس احنا طورناها من 54 ل 66 كاميرا. نطبع المجسم على الحجم اللي تريده. عندنا الستاندر سايز من 15 سنتي الى 35 سنتي. حاليا عم نجرب ال 10 سنتي وما شاء الله تفاصيل المطبخ. احنا الوحيدين حاليا في الشرق الاوسط. وحاليا عم نفكر نفتح فروعنا الثانيه في الخليج. اول خطوه بنفتح الفرع في الكويت ان شاء الله.